اللي حابب يحسن خطه معانا ويكتب خط النسخ بطريقة احترافية جميلة يبقى يتابع معنا الحلقة للنهاية. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اعملوا اعجاب لهذا الفيديو، كمان اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، ويلا بينا نبدأ مع بعض الدرس. ركز معانا على طريقة سير القلم أثناء الكتابة. حرف الواو يا جماعة، نعمل نقطة ولف حوالين النقطة واطلع بجنب القلم باليمين كده ناحية اليمين، وبعد كده بنزل تاني على نفس النقطة بهذا الشكل. هناخذ من هنا كده وانزل نزول وارسم هذا الجزء. ايه رسم الالف، اخذ من اعلى وانزل، انا نازل جهه اليمين من اسفل، وتكون ايه اعمل عمليه فرك القلم بحيث تكون ايه رفيعه من اسفل. حرف الذال اهو بنزل وانزل برضو بلف ايدي زي ما قلنا اهو بمشي بالبطيء اهو شايفين. بعد كده باخذ من هنا بعرض القلم كله وامشي. هنعمل الألف الأخرى، أخذها من تحت وأطلع بها لأعلى بهذا الشكل أهو. النقطة بنضعها كده في وسط الألفين، وإذا قرئ القاف زي ما عملنا رأس الواو أهو النقطة، ونلف من حواليها وأطلع وجنب القلم. بعد كده بنزل هنا، بنزل شوية أعمل رقبة شوية للقاف، هناخد من هنا نمشي، وبعد كده هنعمل الراء. ما طلعتش برا ايه برا القاف، الراء برضو زي جسم الواو اللي عملناه اهو، وبالراحه والجزء ده ارسمه ايه رسم بالقلم بسن القلم. الياء نقطه وانزل، وانا نازل بعمل عمليه فرك القلم ايضا، وبعد كده هرجع تاني كده بسن القلم كله ده بالسن الوحشي، وبعد كده هنزل اهو بعرض القلم كامل ونعمل الياء. وإذا قرئ عليهم حرف العين وراء صاعد، هنعمل أول حاجة بالعين اللي قلنا عليه أهو، وارسم الجزء ده رسم. هناخد من هنا نزول كده إيه خفيف، وبعد كده هناخد الجزء ده في دوران ثم صعود للأعلى. شايفين كده الجزء ده نزلنا كده ونطلع إيه لفوق، لازم الحركة دي الأول سنة الياء. هنعمل الهاء الوسطية، هناخد من هنا كده اهو دوران بيضاوي واطلع اقفله، هنطلع الجزء ده واتجه ناحية اليمين وانزل تاني، ناخد من هنا كده ونعمل ايه الميم. الميم ممكن اعمل هذا الشكل، ناخد من هنا كده ونعمل ايه نزول بتاع الميم. وإذا قرئ عليهم القرآن ألفات، لاحظ درجة الميل لازم تمشي واحد كلها في كل الجملة يا جماعة. اللام بعمل لها حرية من فوق وانزل كأني هعمل برضو نفس الألف، وشايفين خطين موازيين عاملين زي شريط السك الحديد لا يمكن يتقابلوا مع بعض. ناخد من هنا كده شايفين في صعود، وهنعمل القاف دوران كأنها عامل زي رقم 8 كده مائلة، وبعد كده هناخد منيها وانزل ونعمل ايه الراء. الألف أضعها هنا أعمل حسابي بحيث ايه أنا ونازل تنتهي لي على ايه على نهاية الراء. نون بدايتها زي رقم واحد، وانا ونازل بلف في ايدي، وبعد كده هبدأ ايه نزول ثم صعود ثم دوران. واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. لام ألف يا جماعة ببدأ أهو زي كأنها أبدأ اللام العادية، وأنا ونازل بلف إيدي ناحية اليسار. هنعمل ألف مائلة، ح
حلية وانزل ألف مائلة، برضو أنا نازل بعمل عملية فرك القلم وأعدل إيدي، وبعد كده باخد بالجنب ده كده وانزل. لا يسجدون، الياء وراء السين وراء حرف الجيم. احنا قلنا حرف الجيم بيرفع الحرف الذي ايه الذي قبله، يبقى في الحالة دي لازم ارفع كده الياء والسين فوق اهو. اعمل حسابي في نزول الياء بتكون مرتفعة 3 نقاط، وادي السين السنة الثانية، وبعد كده السنة الثالثة هطلع بهذا الشكل وانزل ونعمل ايه الجيم. ناخذ من هنا كده ونعمل الدال. طبعا عارفين رأس الحاء تغلق مع الصعد. الواو زي ما احنا كتبناها في الأعلى، وارفع ايدي فوق نقطة دف وجنب القلم صعود ثم نزول، بعد كده بناخذ الجزء ده دوران، وبعد كده ممكن اعمل الجزئية دي لفوق كده تمام. هنا مشينا افقي تمام، وهنا رفعناها لفوق هنضع عليها كاسة النون. عايزين نشوف كده سريعا بعد ما كتبنا يا جماعة تقنين الآية من حيث النقاط، من حيث ايه النقاط، يعني طول الحرف وارتفاعه وعرضه والكلام ده. الواو احنا قلنا وشرحنا قبل كده ان الجزئية دي ارتفاعها بيكون نقطة ونصف يا جماعة، النزول بتاعها بيكون اطول بيكون نقطتين تمام. ولو عملنا خط كده اهو شايفين رأسي هنلاقي هنا في ميل مقدار ايه نقطة، ومن اعلى هنلاقي في برضو هنا في فراغ بسيط وهنا في فراغ بسيط، والمسافة دي بتكون نقطة ونصف. الواو نفسها في الداخل بيكون ايه 3 نقاط، وقلنا بنرسمها رسم زي ما قلنا، والجزء ده بيبقى رفيع. ارتفاع الالف احنا قلنا ارتفاعه كام 5 نقاط بحجم القلم الذي تكتب ايه تكتب به. حرف الذال هنا الجزئية دي هنا شايفين بتكون لو قسمناه نص هنلاقي هنا في نقطة وهنا في ايه نقطة، والجزء ده نزول من اعلى الى اسفل في فراغ بسيط تمام، لانه ايه في نزول، والعرض بتاعه بيكون نقطتين. وضعنا الالف في نهاية ايه الذال. قرئة نفس رأس القافية نفس رأس الواو، والجزئية دي يا جماعة نقطة ونص، واحنا قلنا الجزء ده مخرجش برا ايه برا رأس القاف، وهنا في مسافة بسيطة بين القاف وبين هذا الجزء، ونزول الراء زي نزول الواو نقطتين وميل نقطة، والجزء ده بيكون ايه 3 نقاط، اهم حاجة مخرجش برا ايه برا رأس القاف. الياء الجزئية دي هنا لو عملنا كده خط هنلاقي الجزء ده كده مقداره نقطتين، وهي فيها ميل نقطة، وهنا نزول الجزء ده يا جماعة بيكون ايه نقطتين ماشي، وعرضها نقطتين ايضا. الجزء ده اخد بالي مرسوم رسم بسن رفيع، وهنا في مسافة نقطة، واسفل الياء هنا في نقطة، والجزئية اللي من اعلى دي بتقفل على نقطتين، وهنا في الداخل من تحت بيكون ايه 3 نقاط كاملة. عليهم حرف العين احنا قلنا حاجب عين، المسافة بتاعته بتكون نقطتين. ألاحظ إن شايفين الحاجب بيكون مرتفع من أعلى وهنا إيه منخفض، وفي الداخل بيكون في مقدار نقطة، وهنا الجزء ده في نقطة، وهنا في خروج إيه بسيط عن الحاجب. سيبنا مسافة نقطة وطلعنا وعملنا إيه اللام، وبعد كده سيبنا مسافة نقطة أيضا وعملنا سنة الياء، وبعد كده عملنا الهاء نزول الهاء، الجزئية دي هنا بيكون كده نقطتين تمام، وهنا في نقطتين مسافة. شايفين هنا الجزء ده هنا في عمق نقطة، يبقى لازم اطلع بارتفاع، وطبعا هنا الجزء ده كده مشينا 3 نقاط. حرف الميم هنا الجزء ده بيكون ايضا بسمك قليل يا جماعة، وهنا في مسافة كده نقطة، ولو عملنا كده خط هنلاقي هنا في ايه ميل من اسفل جهة اليمين، والجزء ده بيكون نزوله 4 نقاط. القرآن نفس الألفات اهو، بيكون معانا 5 نقاط. المسافة أخذ بالي زي ما قلنا بين الخطوط الرأسية بيكون نقطة ونص، وبتكون إيه موازية لبعض.
سيبنا مسافة نقطة وعملنا القاف، القاف الوسطية جزء ده يا جماعة كده بيكون ايه نقطتين، وهو بيكون مائل من اعلى جهة اليمين، شايفين الرأس بتاعتها مائل الى جهة اليمين، والفراغ الداخلي هنا بيديني ايه شبيه نقطة. طب المسافة دي هنا بتكون هنا نقطتين، تمام، وبعد كده برضو هنا في نقطة وهنا نقطة، يعني المسافة كلها نقطتين. ولو عملنا كده خط هنلاقي هنا نزول الجزء ده من هنا لهنا نقطتين، وهنا في مقدار ايه مقدار نقطة. ألف القرآن وضعناها ايه على نهاية الراء، هنا في ايه زي ما قلنا خمس ايه خمس نقاط. النون بقى الجزئية دي يا جماعة بتكون من نقطتين لثلاث نقاط، أسفل النون في نقطة، في الداخل طبعا النون عارفينها بتكون ثلاث نقاط كاملة، والنون بتكون مرتفعة في البداية عن النهاية مقدار نقطة. لم ألف هذا الشكل زي ما قلنا الاتساع بتاعه بيكون ايه ثلاث نقاط، وهنا لو عملنا كده خط أعلى إلى أسفل هنلاقي هنا في مقدار مسافة فراغ نقطة بين القاعدة وبين هذا الذراع. القاعدة نفسها هنا بتكون مسافتها نقطتين، ومن أعلى طبعا بتكون مرتفعة قليلا، لو عملنا كده خط هنلاقي هنا في مرتفعة قليلا. في الداخل بيكون هنا الفراغ الداخلي فراغ ايه فراغ مثلث. يسجدون احنا قلنا حرف الياء، اي حرف ياء يأتي وراء حرف السين يبقى لازم ارفع ايه سنة الياء ثلاث نقاط. سيبنا مسافة نقطة، وبين السنة الاولى والتانية نقطة، وبين التانية والتالتة نقطة ونصف، وبعد كده الجيم هنا عملنا ثلاث نقاط نزول وعملنا حرف الجيم. لاحظ بين هذه السنة وبين الجيم بيكون في مقدار ايه نقطة، وهنا ايضا تحت الجيم هنا في مقدار نقطة. الانسلاخ بتاعي بيكون من وسط الفراغ الداخلي، شايفين الشكل بتاعه بيكون يعني لوزي، وبعد كده رأس الجيم بتكون مغلقة لان وراها حرف صاعد. طيب هنا الدال لو عملنا كده هنلاقي هنا المسافة دي مقدارها نقطتين، تمام، وهي مرتفعة عن ايه عن جسم الجيم. الواو رأس الواو زي ما عملنا في بداية الكلام نقطة ونصف نقطة ونصف، نزول نقطتين، ميل نقطة. الجزء ده طبعا احنا قلنا ثلاث نقاط، ولو عملنا كده خط هنلاقي الجزئية دي فيها ايه فراغ. نفس الكلام النون ثلاث نقاط، ما تنسوش يا جماعة في النهاية عمل إعجاب لهذا الفيديو، كمان اللي بيشاهدونا لأول مرة وما اشتركوش في القناة يسعدنا أن تكونوا من المشتركين. وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم الخطاط محمد الحميدي.